السلام عليكم عشاق ألعاب القوة وعشاق الرياضة بصفة عامة، مرحبا بكم دائما على مستوى قناة علم الجري. رمضان مبارك كريم، رمضان 2022، قريبا سنتعدى 22,000 متابع ومتابعة للقناة. صديق وصديقة القناة، شكرا لكم جزيلا، شكرا على التفاعلات، على الكومنتار، وشكرا على التشجيع. سعيد عويطة يظل وسيبقى مرجعية كبيرة في ألعاب القوة المغربية، قمت بذكره في عدة حلقات، خصصت له كذلك حلقة بخصوص أرقامه القياسية، وأحاول دائما وجادا أن أتطرق لأشياء لم تحظى بالاهتمام الكبير من طرف الإعلام. الألعاب الأولمبية ل 1984، أولمبية لوس أنجلوس، ولأول مرة في التاريخ المغاربة سيذوقون طعم الذهب. ذهبية نوال المتوكل سباق 400 حواجز، وذهبية سعيد عويطة في 5000. طيلة أطوار السباق سعيد عويطة حاول أن يبقى في مركز مريح، أن يراقب السباق تقريبا من المركز الثاني إلى حدود الدورة الأخيرة. تم رفع الإيقاع وفرض الإيقاع القاتل من طرف سعيد عويطة. في 300 متر الأخيرة كانت هناك محاولة من طرف العداء ماركوس ريفل، ولكن قوة سعيد عويطة ما تركت ليش الحظ للإجتياز. 60 متر الأخيرة سعيد عويطة سيبدأ الاحتفال بالميدالية الذهبية بكل ثقة كبيرة، مع خط نهاية سيحطم الرقم القياسي الأولمبي، الرقم الذي سيظل صامدا وشامخا 24 سنة حتى يجي كينينسا بيكيلي في عام 2008 غادي يحطمه. دخول سعيد عويطة في المركز الأول في هذا السباق سيكون مصدر إلهام العديد من الشباب في المملكة المغربية، وغادي تكون نهضة حقيقية لألعاب القوى المغربية انطلاقا من 1984، هي لا تعطي العداء إلا تعرفوا من بعد في المغرب. سيستمر تفوق وتألق سعيد عويطة لمدة 4 سنوات من 84 ل 88، وغادي الألعاب الأولمبية سيول باش عداء تيدير 5000 ويمشي ل 10000 نقدروا نفهموها، باش عداء يكون تيدير 1500 ويمشي ل 5000 ايضا نقدروا نفهموها، باش عداء يدير 800 و 1500 منطقيه جدا، ولكن عداء متالق في 5000 متر ويهبط ل 800 متر فهذا يعد مجازفه كبيره. سعيد عويطة كان وعد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله بان ياتي بالعديد من الميداليات في سيول 1988، هادشي دفعو انه يبدا يقلب على مواهب منهم بوطيب، وكان وعد الملك بميداليتين، ميداليه في 1500 وميداليه في 5000، بحكم أنه صاحب الرقم القياسي العالمي في هذه المسافتين، ولكن في الحقيقة هو كان يطمح إلى 3 ميداليات، 800، 1500 و 5000، هذا يعني جهد كبير جدا، تدريب قاسي، سرعات إلى غير ذلك، مما سيسبب له إصابة، إصابة غير متوقعة أثناء الألعاب الأولمبية. دخل السباق النهائي بالإصابة ديالو، الدورة الأولى كانت سريعة إلى غاية كبيرة جدا، 49 ثانية، درت فرق كبير بين عويطة وباقي العدائين، العدائين المتخصصين في سباق 800 متر. تكتيك سعيد عويطة هو الصعود من الخلف وليس من الأمام، بحكم أنه عداء عنده تحمل كبير، غيبقى مخبي الطاقة ديالو إلى غاية 100 متر الأخيرة، الصعود بالتدريج، سبرينت الأخير، 100 متر الأخيرة للأسف، بالإضافة للإصابة كان هناك احتكاك مع أحد العدائين، هذا الاحتكاك لربما كون ما كانش، ربما كان يدير ميدالية فضية. وقليل اللي انتبهوا لهذا الاحتكاك هذا ديال سعيد عويطة مع هذا العداء هذا في السباق النهائي. رغم ظروف الإصابة وظروف السباق فاحتل المركز الثالث، ميدالية جد غالية في تاريخ ألعاب القوة، وما كاين حتى شي واحد في التاريخ لحد الساعة جمع ما بين ميداليتين أولمبيتين في 5000 و 800، بل يعد من المستحيلات إحراز ميدالية في 800 متر و 5000 متر، وذلك نظرا لبعد المسافة بين التخصصين. وطبيعة الحال الإصابة ما خلتوش أنه يشارك في السباقات الأخرى، سباق 1500 و 5000. ذهبية سعيد عويطة سنة 1984 أولمبية لوس أنجلوس مسافة 5000 متر ونحاسية سيول في مسافة 800 متر هي من أكبر الإنجازات في تاريخ سعيد عويطة. أشكركم جزيل الشكر على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.